شوف يا عبد الله، اذا كنت عايز الفلوس انا ما قدرش اقول لك لا، بس الاول لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش 1000 ولا 2000، دول 10 مليون جنيه. بقي الحكايه كده يا حكيم، ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك يا عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي دلوقتي ده عشان تاخد كل حاجه جاهز. هل بسمك يا حكيم؟ وانا قلت لك مش حلو جنبك، حلو بجنبك، بس انت اللي مش عاجبك كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمة اطلع فوق. مش طالعة، مش طالعة. انت ما بتشحتش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي. عارفينه بالورقة والقلم يا سي عبد الحكيم، واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. قولي ان انت اللي ورا الحكاية دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عم حكيم انا مش عايز حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه تقف الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بنت، ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش. انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بقى عالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا عبد الحكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تقعد مع الهانم. ده مش صح يا ابو حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. ابوك كان غضبان عليك عشان اللي انت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت ابوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، اوعى تكون مصدق ان انا صدقتك لما قلت انك خسرت فلوسك وانك محتاج. لا، انت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب يا اخويا. شفت ردوده قال لك ايه وعمل ايه؟ عشان تعرف ان انا من زمان في كل كلمه قلتها لك كان عندي حق. خلاص يا كريم، ما عايزش ولا كلمه في الموضوع ده تاني. خلاص، وانا كل ما اتكلم تقول لي خلاص يا كريمه، خلاص يا كريمه. خلاص بقى، خلاص بقى يا ماما. بابا خلاص انسى، احنا مش عايزين منهم حاجه اصلا. ايه مش عايزين منهم حاجه دي؟ لا ده حقنا ولازم ناخده على فكره. ايوه ارتال عندها حق. راح فين يا عبد الله وسايبنا بنهايتي كده؟ مش تيجي نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا ماما بقى، يا ماما ارجوكي سيبيه دلوقتي، الحكايه دي ليها مليون حل. يا جماعه بالراحه عليه شويه، مش كده بقى. طب وبعدين هنعمل ايه؟ المحاكم. المحاكم؟ ايه المحاكم؟ يعني نرفع قضيه على عمي ونقول فيها ان هو شفط مالنا وحالنا، وان احنا بقى عايزين لجنه تحدد ايه اللي ليه وايه اللي لينا، ويقدم بقى هو الاوراق اللي تثبت ان كل ده ملكه وان احنا مالناش حاجه عنده. ولو ده حصل يا ماما يبقى يا ستي احنا غلطانين وحقه علينا، انما لو لينا حق هناخده من حباب عينيه كمان.
خلي سليم 100%، وانا مش هتنازل عن الحق ده. بابا مش هيرضى يا ماما. بابا لازم يرضى يا شهد، لازم يرضى، لازم يرضى. زي ما بقول لك كده، انت واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ ان شاء الله اموت. يعني صح الحاجة سميره عايزاني لولدها؟ اه، بس هي يعني قلقانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه منك، خايفه يعني تقولي لا لك منه كان متجوز ومخلف. هو انا يعني مفروض اقول لا لك منه يعني كان متجوز ومخلف؟ بس ما خلاص مرته ماتت، وبعدين يعني هو كان هيعيش كده؟ ما من حقه يتجوز تاني. خلاص هقول لها. لا تقولي لها ايه؟ اوعي تقولي لها ان انا قلت كده. امال اعمل ايه؟ انت تقولي لها ان انت عماله تفكري ومش عارفه تفتحين ازاي في الكلام، وتجيبيها شمال ويمين وفوق وتحت عشان يعني تعرفي كيف تفتحي معايا الكلام ده. حلو الكلام. وتقولي لها كمان ان انا كنت رافضه خالص اكمنه يعني كان متجوز ومخلف قبل كده، وانا يعني لسه ما سبقليش الجواز. زين حقول. وقولي لها كمان ان انا وافقت بعد ما زنيتي عليا وقعدت تقنعيني. ها، من غير ما تقولي انا كنت حامل كده. بس هو الكلام اللي هتقوله لها ده يخليها ترجع في كلامها؟ لا، هما هيلاقوا في جمالك فين وحلاوتك فين. بس عايزه اقول لك الراجل حلو وبيض ولسانه بينقط سكر. ايوه ايوه يا بنت فاكراه. بس قولي لي، هو لسه حلو كده وشدد حاله ولا عجاز؟ ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا، ولازم يعرف ان هو لو كان مد ايده كان بقى هو الكسبان. بتفكر في ايه يعني؟ فينا مثلا؟ ايه يا بابا؟ فاكرنا بقى هنقعد نعيط ونصوت عشان شوية فلوس؟ لا، انت تبقى غلطان ومش عارف انت مخلف مين ولا ربيتنا ازاي. انا عارف، عارف يا بنتي، بس ما يسكوش تتعب. مين قال ان احنا مش هنتعب؟ مين قال اصلا ان الدنيا دي فيها راحة؟ هقول لك على حاجة بابا، اللي حصل ده لحد دلوقتي كده زي الفل، لو جت على شوية فلوس في 60 ده يا سيدي، المهم ان انت وسطينا. هقول لك على حاجة بقى، انا من بكرة هنزل معاك المكتب، عايزين نقعد انا وانت كده نظبط الامور كلها ونشوف هنعمل ايه. انت نسيت انا بنجيرة ولا ايه؟ يعني اعرف اظبط كل حاجة كده واستفها كويس. مش عايزك تشيل هم، الدنيا كلها بتحب وكل الناس هتقف جنبك، انت بس اللي مكبر المواضيع. بنتي ما مكبرهاش والله، بس انا كان غرضي انكم ما تتبهدلوش. حبيبي نتبهدل ده لو احنا ضعاف، بس خد بالك احنا جامدين وناشفين قوي، انت بس باين عليك انك مش واخد بالك انك مخلف رجاله. سيبك انت بقى من شويه الشعر والمكياج والحاجات دي، انا ادخن شنب في البنك بيترعش كده قدامي. متشيلش هم حبيبتي، ربنا يخليك. يخليك لينا يا حبيبي.